السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في تصحيح الامتحان التجريبي الموحد للبكالوريا رقم 1، شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم التكنولوجية بمسلكها. أنصحكم بإنجاز الامتحان قبل مشاهدة الحل. إذا الامتحان يتكون من 4 تمارين. التمرين الأول هو تمرين في المتتاليات العددية، التمرين الثاني تمرين في الهندسة الفضائية، التمرين الثالث هو تمرين في الأعداد العقدية، والتمرين الرابع هو تمرين في الدوال العددية دراسة دالة عددية. هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. ستجدون روابط الحل في جدول الوصف أسفل الفيديو. السلام عليكم.